تكريما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أقامت السفارة السعودية بالقاهرة حفلا بمقر السفارة بحضور الملك سلمان ورئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل والعديد من كبار رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة والسياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين من مصر والمملكة. حضور هذا الحجم من قيادات العمل التنفيذي في هذه الاحتفالية إنما يعكس الرغبة في تعميق هذه العلاقات وتعزيز فرص التعاون وترد بشكل عملي على كل ما تردد عن محاولات البعض الصيد في الماء العكر والعزف على بعض التناقضات السطحية بين الأطراف. الحفل والحضور الكبير فيه من المملكة ومصر عبر عن رسوخ العلاقات السعودية المصرية وسعي البلدين نحو مرحلة أقوى من العلاقات والتعاون الاستراتيجي بينهما. هذا الاحتفال في السفارة يجسد التاريخ بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر اليوم تبدأ مرحلة جديدة من التنسيق الاستراتيجي وليس فقط للتعاون الاقتصادي. ويأتي هذا الحفل على شرف استقبال الملك سلمان في إطار الزيارة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين إلى مصر والحافلة باللقاءات والفعاليات. سفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر تتشرف بحضور الملك سلمان في حفل ضخم وسط حضور مصري رسمي كبير يعبر عن قوة وعمق العلاقات السعودية المصرية. أسامة عبد المقصود، الإخبارية، القاهرة.